يوم من الأيام الرسول جالس صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من النصارى مسيحي اسمه تميم ابن أوس الداري، فقال: أين محمد؟ أين محمد؟ فدل على النبي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، قبل ما يسلم الحين، قد رأيت أمرا أبي خبرك شو اللي صار فينا. قال له قصة. بعد ما انتهى من القصة أسلم الرجل. تقول فاطمة بنت قبيس: فنادى النبي في الناس، أيها الناس، نادى المنادي: أيها الناس، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. هذا النداء للإعلام، ما عندهم تلفزيونات أخبار، أخبارهم في المساجد، خبر اليقين من النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع الناس. تقول فاطمة: كنت في من حضر وجلست. فقال النبي: إن تميما الداري كان نصرانيا فأسلم وبايعني وأخبرني بخبر كنت قد حدثتكموه، كلام قلت لكم إياه من قبل. شنو الخبر؟ يقول: كان في 30 رجلا من قومه، 30 واحد نصارى، ركبوا البحر في سفينة. يقول: فماجت بهم الأمواج، البحر لعب الموج بهم شهرا كاملا، ما يدروا وين رايحين، موج شهر كامل ضايعين في البحر. يقول: حتى رفأت على جزيرة، نزلوا عن جزيرة. شوف القصة الحقيقية. فنزلت 30 رجل، منهم تميم ابن أوس داري، نزلوا عند جزيرة. فلما نزلوا وجدوا دابة، حيوان أهلب، حيوان كل شعر، غريب، حيوان لا يعرف قبله من دبره، ما تعرف راسه من مؤخرته. فإذا بهذا الحيوان يتكلم، يقول: فرقنا أنه شيطان. قلنا: هذا شيطان. حتى سمت لهم اسم واحد منهم، نادتهم باسم. يقول: فخفنا. فقالت لنا: قد علمتم خبري، خلاص كشفت أمري. أرأيتم الدير؟ مكان في دير عبادة، صومعة، معبد لليهود قديم. قال: أرأيتم ذلك الدير؟ قلنا: نعم. قالت: اذهبوا إليه، فإن فيه رجل هو إلى خبركم بالأشواق، منتظر أي واحد يسألهم. يقول: فذهبنا فوجدنا رجلا أعظم ما رأينا خلقة، رجل عظيم، يقول: مربوط مقيد بالأغلال والحديد، من رأسه إلى رجله كل حديد مربوط. يقول: فلما دخلنا عليه فرقنا من خفنا منه. قال: قد أدركتم خبري، من أين أنتم؟ قالوا: من العرب. فسألهم أسئلة، قال لهم: أخبروني عن نخل بيسان. بيسان منطقة، هذه المنطقة بين حوران وفلسطين، منطقة كان فيها نخل. قال: أخبروني عن نخل بيسان. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ إيش حاجة تسأل؟ قال: هل يثمر نخلها؟ نخلها في ثمر؟ قالوا: نعم في ثمر. قال: أما إنه يوشك ألا يثمر، راح يجي يوم ما في ثمر. قبل مئات السنين يقول أهل العلم انقطع الثمر، مو اليوم، قبل مئات السنين يقول بعض المؤرخين. سألهم السؤال الثاني: أسألكم عن بحيرة طبرية. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ إيش تسأل؟ قال: هل فيها ماء؟ لحين فيها ماء؟ قالوا: نعم. قال: أما يوشك أن يجف ماؤها؟ ما هي راح يخلص. أسألكم عن عين زغر. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: فيها ماء؟ قالوا: نعم. قال: يوشك أن يجف ماؤها. قال: أسألكم عن نبي الأميين. العلامات هذه ما طلعت سابقا، لكن هذه العلامة طلعت. قال: أسألكم عن نبي الأميين، يعني العرب يسمونهم الأميين، كلام اليهود، ليس علينا في الأميين سبيل، يقصدون من العرب. قال: أسألكم عن نبي الأميين، هل خرج؟ قالوا: نعم، خرج من مكة ونزل يثرب، يقصدون المدينة. قال: أقاتله العرب؟ قالوا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ قالوا: ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه، انتصر عليهم. فقال لهم: أما
هذا الدجال شو حق الناس؟ أما إنه خير للناس أن يتبعوه. يتبعوا من؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. قالها وهو العدو، قالها وهو الخبيث، قالها وهو الكافر، يقول خير للناس أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قالوا له من أنت؟ قال أنا المسيح. سمي بالمسيح لأن عينه ممسوحة. أنا المسيح يوشك أن يؤذن لي، بعد قريب ساعة راح أخرج، يوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، يدور الأرض كلها. قال غير مكة وطيبة فإنهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدا استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب ملائكة يحرسونها. فإذا بالنبي معه عصا، الحين هو قاعد يقص القصة، الرسول والصحابة في المسجد وبيده عصا، فضرب بالعصا على المنبر وقال للصحابة هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، ألم أخبركم بهذا الخبر؟ مو قلت لكم هذا الكلام؟ ثم قال للصحابة، يبي الحين يحدد البحر، وين هذا البحر؟ قال لهم إنه في بحر الشام. ثم قال لا، ليس في بحر الشام. أين؟ قال إنه في بحر اليمن. ثم قال لا، مو في بحر اليمن، شفت الجزيرة؟ بقي الآن هو في المدينة الآن. قال بحر الشام يعني البحر المتوسط صوب الشام أو البحار اللي عندهم. بعدين قال لا، بعدين قال بحر اليمن يعني في الجنوب. ثم قال لا، ثم قال لا، بل من قبل المشرق، من قبل المشرق، من قبل المشرق، وما مشرق المدينة، وأي بحر في مشرق المدينة.